Oui. Oui. مزيان وي ثلاث جوج واحد طوب مزيانة وي خط مزيانة وي لونس طلب وحش ما عندناش مية تيران هاد القرب وما عندناش بزاف ديال الحوايج والأراضي طريقة مشطاطة علاش مديرين شي هنايا تيران هاد القرب كاين الناس اللي ما عندهمش الفلوس باش يمشيو يلعبوا في التيرمات مزيان خليك سؤال بالنسبه في الحومه كاين بزاف ديال المشاكل وهناك كنلقاو راحتنا كنغوتي كيما بغينا وفي اصلا في الحومه كنستعى الناس كنديرو كنستعاهم وكنديرو بزاف الحوايج ما كنلقاوش فين نلعبو كنهبطو على هنايا اراضي عي ضايعه هنايا ما يديرو لنا بهذا الشطيره من هنايا نبقاو غير نلعبو فيهم ما كنبغيوش نلعبو فيه درنا باش ما نسطعوش حنا الناس اللي كيسكنو تماك ما كنبغيوش نفضع الناس كنبقى هنايا حسن لي انا احسن لك نسطعو الناس ما والو الاسم ديالي عائشة ضريف كندير العاب القوى من فاس النادي تاهلة بصح هاد الوفاس كان متنفس لينا كبير ولكن افتقدناه بحكم البناء اللي داروا هنايا ما عرفتش علاش شافوا الواحد او الاشخاص قلالين ما شافوش العامة نتاع فاس الناس اللي كانوا هنايا تيتنزهوا فيه وكانوا كيترينيو ومنو خرجوا ابطال كبارين ما عرفتش علاش بالضبط وكان طالب المسؤولين باش يديروا متنفس كبير كي كان واد فاس يرجعوه لنا صراحة بغيناه كان متنفس رائع صراحة وجايب مخي صراحة زوين فيه كي يتنفسوا الدراري وجاي في حي ما بين شعبي ومتوسط المهم كان تيمتاز بصفات زوينة بزاف الدراري الأجيال اللي طالعة والدراري كبار المهم افتقدناه المنصة ولا في المكان المتواضع باش نديرو فيه رياضة بالنسبة للشباب نقدم لكم الاسم ديالي أمين الحياوي السن ديالي 36 سنة مدرب رياضي في نفس الوقت الصفة المهنية يعني تندير سفير منتوج للمشروبات الطاقية في المغرب باختصار باش ما نطولش عليكم الرياضات اللي تنعتمدو هنايا في المساحة اللي تتسمى وتفاس ولا هاد المنطقة التاريخية اللي سميتها وتفاس نوعان كاين الرياضة كرة القدم راه ديجا تكون شفتوها في الريبورتاج كان الرياضة الثانية هي اللي تندير أنا نورمالمون اللي معروف بها في مدينة فاس اللي هي رياضة لا كروسفيت وورك أوت وستريت وورك أوت وتراكتر هي أربعة ديال الأنواع يعني التعريف ديال الرياضة ديالي يعني بسيط جدا تناخدو مواد أولية وتنترينو بها وتنمارسو بها رياضة في الفضاء العام تنستهدفو بها الشباب لاج من 7 سنين حتى تقريبا حتى الشيوخ وتنحاولوا نعطيهم دي ميثود اللي يمكنهم يترينوا بهم باش يحافظوا على الصحه ديالهم ويحافظوا حتى على الوقت ديالهم باش ما يديروش حوايج اخرى هذه من جهه بحكم انا الساكنه ديال عين قادوس يعني هنا جدودي انا تربيت هنا كبرت هذا الفضاء اللي تشوفوا سميتو واد فاس قديما كان واحد البلاصه اللي كانت تزاول فيها كره القدم بكثره كانت فيها رياضه العدوى الكل كان فيها الجري خرجوا منها ابطال في كرة القدم حرام الكوري بلا داير ديك الاسماء الا قلبتوها في الحوض خرجوا منهم ابطال كما غتشوفوا في الحوار
لدى قبيله مع هذا السيدة بطلة مغربية وبطلة عالمية حتى هي تدريب بحكومة الحصبة، لكن من بعد ما وقعت التهيئة ديالو العصرانة ديالو دخلت في آلية جديدة. هنا غتلقاو هنا واحد الفضاء عملي جديد، فضاء برستيجي، فيلات شقق فارغة، تقدر تلقاو مثلا دي ميزون دوفواتيغ دي لوكس هنا مثلا بحكم الموقع الاستراتيجي اللي تيربط المنطقة الوطنية اللي تتدي مكناس والطريق الوطنية تديك للسونتر فيل من جهة. من جهة ثانية هاد الفضاء اللي جالسين حنا فيه فيه تاريخ منهم هذا واحد لحق في الدور معايا كاميرا، هنا كان تاريخ، هنا كانوا أجيال، كانت ممارسات رياضية كثيرة جدا. دابا على الأقل كنت يعني طالبوها من الوزارة ديال الرياضة أن دير واحد الفضاءات رياضية في هذا المكان، هذا تخلق لنا واحد الفرص في الناس يترينيو مثلا غير هاد القمصة اللي درتي هدايا تقدر يكون هذا باين اش ما يديرو الناس معدات رياضية كما كاينة في إفران كما كاين في بزاف ديال الحوايج كلنا معدات رياضية في هاد المجال هذا في الفضاء هذا عادية جدا اللي غادي يهبط أي واحد غادي يدير الرياضة ديالو غادي يجي لهنا وغادي يمارس الرياضة ديالو. من جهة غادي يكون واحد الفضاء ترفيهي وغادي يكون واحد الفضاء رياضي وغادي يكون بالمجان. ثانيا وهي اللي مهمة جدا حاول تكون الإنارة كثيرة جدا كما تشوف إنارة كاين بلا لاحظتي إذا كان هنا الظلام كان بمعنى غادي يكون الفريساج غادي يكون الشفارة غادي يكون يكون هنا مثلا الفساد غادي يكون فيه بزاف ديال الحوايج لأن هذه المنطقة الظلام ديما تجي بالشيطان. هذا مكان تنطالبو إن شاء الله من الحكومة ديالنا تنطالبو وزارة ديال التجهيز ووزارة ديال التربية الرياضية أن نوفروا فضاءات رياضية للناس بحكم الضغط ديال كورونا بحكم الأمراض اللي شفناها بحكم الضغط النفسي باش ما نلقاوش واحد متنفس مثلا خلقوه بجوج حجرات دراري تيلعبو كورة وتندوزو ساعة ونص في المكانة مزيان تنخلقوه بروايد باش ما توفرناش النار الدولة ديالنا فضاء رياضي معدات للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.